هنتكلم وهناخدكم في الناحية والبعد الإنساني والفني، إزاي السينما المصرية والدراما المصرية بتاخدنا كده وتغوص جوه الشخصيات، إزاي الفنان لما بيجي يعمل دور لضابط بيتقمص هذا الدور إزاي. وعلى مر تاريخ السينما المصرية عندنا أفلام علامات، وعندنا كمان نجوم قدموا هذا الدور باقتدار، بس الكلام هيكون أوقع وأفضل مننا بقى أنا وأحمد مع ضيفنا الكريم الناقد الفني علي القشوطي. أهلا بحضرتك يا فندم، يوم حضرتك سعيد. صباح الخير. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب أيضا، يعني بمناسبة احتفال مصر بأعياد الشرطة. ونبدأ منين؟ يعني لو هنتكلم عن بطولات رجال الشرطة وتجسيد السينما المصرية ليها، هنبدأ من فين؟ من سنة كام؟ من بعيد قوي. يعني يمكن احنا لان قطاع الشرطه هو جزء من المواطن المصري، يعني في كل عيله هتلاقي في ضابط صديق ليكي او جارك او غيره، فاحنا نسيج كلنا واحد، فهتلاقي في اعمال كتيره جدا بتناقش فكره الضابط ودوره في المجتمع. يمكن من اشهر العلامات مثلا احنا كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل عماد حمدي وشخصيه في فيلم حياه او موت ودواء في سنه احمد القاتل. ابراهيم الاسم اللي علق معانا حتى كمان. فيمكن ده من ابرز العلامات اللي موجوده في السينما. ويمكن الفيلم فعلا كان من روح الزمن اللي هو في القصه، وقد ايه كان هو رغم مشاكله الاجتماعيه والانسانيه لكن هو بيقوم بدوره في المجتمع وبيدور على هذا الشخص عشان ينقذه ويلحقه. نماذج كتير الحقيقه، مجرد ان هو بيحمي ده ولا ده في انقاذ بسبب موضوع دواء، يعني دواء، لان هو كمان احنا يعني دور ضابط الشرطه دور انساني وفي نفس الوقت تطبيق للقانون، وده يمكن اللي بيميز الشخصيه في الاعمال الدراميه، ان هو ليه بعد انساني وليه بعد مهني ملتزم بيه، فبيبقى على الجانبين. يمكن احنا في الغالب مش بنشوف غير جانب واحد بس اللي هو الجانب المهني دايما على الشاشه، ولكن مؤخرا بدا الكتاب والسيناريست يبداوا يغوصوا شويه في الجانب الإنساني، لأنه هو جانب عظيم جدا وتضحيات كبيرة جدا إحنا ممكن ما نبقاش متخيلينها. دايما إحنا بنشوف إن كل واحد بيقدم وظيفته أو بيقوم بدوره، سواء المهندس أو الدكتور أو الضابط أو غيره، ولكن مش بنشوف البعد الثاني. هو بيقوم بدوره ما بنشوفش الصورة كاملة، بس التضحية اللي عاملها إيه، سايب أسرته إزاي، هو بيخدم فين، هو بيواجه صعاب عاملة إزاي. طبعا في طبعا تفاوت اللي في المرور غير اللي في اللي بيواجه حسب طبيعة التخصص، حسب طبيعة تخصصه. في تخصصات صعبة جدا بتبقى الناس رايحة فعلا حاطة قلبها على قديها ومودعة أسرتها وأهلها، ورايحين هم مش عارفين راجعين ولا لأ. إزاي بتشوف الأعمال قدرت أنها تعمل المزج ده ما بين الجانب الوظيفي والجانب الإنساني في حياة رجل الشرطة؟ شوف، يعني احنا عانينا فترة كبيرة بأن هو كان نموذج الرجل الشرطة نموذج أحادي، الناس بتشوفه داخل العمل سواء في مشاهد تحقيقات أو استجوابات أو حاجة زي كده، ولكن شخص حاد وقوي وحتى كان الانطباع اللي هو الشكل اللي فيه هيبة، الشنب العريض، الكلام بنبرة معينة، ولكن يعني يمكن احنا استفدنا بشكل كبير من الأحداث اللي حصلت عندنا في مصر، وكمان شفنا التجارب اللي حوالينا. انت لما بتيجي تشوف مثلا امريكا او اوروبا او روسيا او كل الدول اللي هي الدول الكبيره، بتشوف قد ايه هي بترسم صوره ذهنيه عند الجمهور، مش بس بقى جمهور بلدها، ده جمهور العالم كله. يعني الضابط الامريكي هم مصورينه في ابهى صوره، وقد ايه هو عبقري وقادر على حل كل القضايا وقادر ان هو يقبض على المجرمين وقادر 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 من غير ما ياخد خدش. فبيرسموا صورة ذهنية معينة عند العالم كله ان هو هذا الشخص لا يقهر. تمام. ممكن تكون دي مش حقيقة، ولكن هي دي الصورة الذهنية اللي هم عايزين يوصلوها للناس. احنا مؤخرا بعد التحديات الكتير اللي احنا عشناها وبعد التضحيات الكبيرة اللي قدمتها رجال الشرطة، الشركة المتحدة طبعا بقدم لها كل التحية، بدأت تعمل فكرة دراما الوعي. اللي هو لا يا جماعه، انتم متخيلين ان حياتنا سهله، انتم متخيلين ان الناس دي مش بتتعب، متخيلين ان الناس دي مش بتضحي، لا ده بيضحوا يعني اكبر التضحيات. في ايه اكتر من ان هو اب يودع ولاده ويروح ما يرجعش؟
او يودع امه يروح ما يرجعش، او شاب يبقى في مقبل على الحياه ما كونش اسره حتى ويسيب اهله ابوه وامه ويروح ويقدم واجبه تجاه البلد وما يرجعش. دي كلها تضحيات الناس ممكن كانت بتسمعها كارقام بتشوفها في الجورنال كخبر، لكن تمام. لما تعيش بقى قصة الناس دي وتشوف الراجل ده عنده زوجة وعنده ابن وعنده بنت وعنده أم وعنده أب بيسيب ده كله ويروح يواجه مخاطر أنت كمواطن عادي مش تقدر تستحملها، هو بيرتبط بيه معنوياً طول أحداث المسلسل مثلاً أو الفيلم. فده حقيقة كان شيء ذكي جداً، لأن هو أعاد بقى للناس إن هو يا جماعة لا، الناس دي تستحق التحية وتستحق التقدير وتستحق الاحتفاء وتستحق إن احنا نحترمها ونضرب لها تعظيم سلام، مش مجرد شعارات ولكن دي الحقيقة وده الواقع اللي على الأرض.